بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نثمن عاليا جهود تيار الحكمة وسماحة السيد عمار الحكيم في المثابرة والإصرار والاستمرار على عقد هذا المؤتمر سنويا، والذي يمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار والمقترحات بما ينتج عنه من تعزيز لحضور المرأة في كل الميادين العامة ودعم دورها الفعال. لقد تكررت عبارة المرأة نصف المجتمع على ألسن كل النوايا الصادقة الساعية لتأكيد حضورها ودعم النشاط والإسهام النسوي البناء. وفي الحقيقة كيف لنا أن نتصور مجتمعاً ناجحاً ومتقدماً دون أن يكون للمرأة أكثر من النصف بكثير في هذا النجاح؟ والتاريخ يخبرنا أنه لولا مواقف نساء مثل السيدة خديجة الكبرى وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء والسيدة زينب عليها السلام والسيدة مريم البتول لما تأكدت مسيرة أعظم تغيرات التاريخ، وهو ما يؤكد قيمة المرأة في الإسلام الذي أوجب رعايتها والاهتمام بها، لأنها أساس الأسرة الصالحة التي نتحمل اليوم مسؤولية حمايتها من كل هجمة فكرية منحرفة. إن الأسرة العراقية ومعها كل مجتمعنا قد صمدت في وجه الأيام الصعبة والمحن الأليمة التي مرت بها، سواء في حروب الدكتاتورية وعدوانها أو في وجه الهجمة الإرهابية التي استهدفت كل شيء. واليوم لولا موقف المرأة المسؤول والصامد لما صمدت غزة، ولا حقق شعبنا الفلسطيني انتصاره الاعتباري والأخلاقي المتمسك بالوجود ضد أعنف عدوان همجي يشهده العصر الحديث. وهنا ندين القصف الصهيوني الذي استهدف مدرسة التابعين شرق غزة، والتي راح ضحيتها 100 شهيد، والتي تؤوي أكثر من 6000 نازح. الأخوات والأخوة الحضور، إننا إذ نتحدث عن مناهضة العنف ضد هذا الرمز الأسري والاجتماعي الأعلى، فإن مجتمعنا بكل فئاته وشرائحه وتكويناته لا يقر ولا يساند أي شكل من أشكال هذه الممارسات، وحتى إن ظهرت فهي ممارسات مذمومة ومنعزلة وتصنف على أنها إخفاقات وشح في الرجولة وقيمها. وقد جسدنا هذه المناهضة في دعمنا لحملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة. لقد زخرت نصوص ديننا الحنيف وسيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والفقه الإسلامي بكل تفرعاته بالتشريعات التي توصي كلها في روحها ونصها برعاية المرأة وإيلاء شؤونها أهمية استثنائية. وفي حكومتنا أدركنا مبكراً أن أهداف الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي طويل الأمد والخطط التنموية الطموحة لا بد أن تمر عبر بوابة المرأة القادرة والمتمكنة، ونفخر اليوم ونتشرف بأن حكومتنا تضم في مؤسساتها الإدارية الكثير من النساء القياديات، وهو ما تجسد بوجود 3 وزيرات وامرأتين بدرجة وكيل و111 امرأة بدرجة مدير عام و47 معاونة مدير عام. كما أننا سعينا ضمن منهج واضح إلى تأسيس المجلس الأعلى لشؤون المرأة ليكون بوابة تخطيطية وتنفيذية مباشرة لكل القرارات المتعلقة بتنمية هذا القطاع الحيوي. وقريباً سيناقش في ورشة تخصصية
كل الملاحظات التي أثيرت بشأن قانون الأحوال الشخصية. ومن بين ما شهدته اجتماعات المجلس إطلاق مبادرة الفريق الوطني للمرأة العراقية لدعم وتطوير وتنمية المهارات للشابات في مجالات متعددة، وسيتم اختيار نحو 5000 شابة من جميع المحافظات. كذلك تمت الموافقة على البرنامج التدريبي النسوي الوطني الذي يستهدف تدريب النساء العاملات في القطاع الخاص، كما عملنا على دعم المرأة بقوانين وتشريعات ومبادرات ترفع من شأنها وتحقق لها الأمن الأسري والاجتماعي، بجانب دعم الأسر الفقيرة بالسلات الغذائية والرعاية الاجتماعية والدخل والدفعات النقدية المشروطة التي تحقق استقراراً يدفع بناتنا نحو الاستمرار في الدراسة. وقد شكلت النساء 55% من العدد الكلي للذين تم تعيينهم في الحكومة الحالية من المجموعة الطبية ضمن قانون التدرج لذوي المهن الطبية والصحية، كما وظفت حكومتنا 24,922 من الخريجات الأوائل لعام 2023 وممن يحملن الشهادات العليا في مختلف الاختصاصات. وسبق وأن وجهنا بمراجعة نسبة النساء المشمولات بشبكة الحماية الاجتماعية رغم تسجيل زيادة في أعداد المستفيدات منذ تشرين الأول عام 2022 إلى شهر آب 2024، حيث بلغت الزيادة 138,000 مستفيدة. كما دعمت حكومتنا القطاع الزراعي بما يطور من واقع المرأة الريفية، ولدينا أيضاً البرامج الخاصة لرعاية النساء بين النازحين وفي المناطق المحررة، فضلاً عن التخطيط المستقبلي لشؤون المرأة، وذلك من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية 2023-2030 بكل ما تتضمنه من أهداف وتصورات تمكن المرأة من الارتقاء والنجاح. يضاف إلى كل هذا ما تضمنه البرنامج الحكومي من رعاية للمرأة بجميع فئات النساء ووضع الخطط والبرامج التي تحقق الحماية الدائمة للمرأة، وهو ما تجسد في المبادرات التي أطلقتها الوزارات والهيئات المعنية أو حتى التي اتجهت لبناتنا الشابات من خلال مبادرة ريادة أو البرامج التي أطلقها المجلس الأعلى للشباب، وكذلك على مستوى القطاع التعليمي من خلال مبادرة ابتعاث 5000 طالبة وطالب بمختلف الاختصاصات لإكمال دراستهم العليا. إن حكومتنا ما تزال تواجه الكثير من التحديات في الملفات التي تجعل المرأة مقتدرة ومتمكنة، إذ نواصل العمل من أجل تحقيق المزيد من التقدم في خفض مؤشرات البطالة بين صفوف النساء التي تقارب 28%. كذلك فإننا نواجه تحديات تخص نسبة الأميين بينهن، والتي عملنا ونعمل على مكافحتها، إذ بلغت قبل سنتين 17%، وذلك من خلال وضع الخطط والبرامج بهذا الشأن. نجدد الشكر والتقدير لهذا الجهد المبارك ولكل عمل يسعى لإنصاف نسائنا الكريمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.